شيري هنا انت نمتي؟ اه. امال بتردي عليا ازاي؟ هو انا كده برد وانا نايم. طب بقولك ايه؟ تفتكري الفلوس بتاعت جدو ميكي قد ايه؟ يعني مش اقل من 100,000 جنيه. ايه الرقم المتخلف ده؟ ده ماما ميمي بتقول انه كان مالتي مليونير. ازاي يعني مالتو مليونير؟ يعني ما ينفعش. يعني كان عنده مليانات كتير قوي، كان عنده فلوس زي اللوز. الرز. ايوه صح، الرز ممكن يبقى عدده اكبر. طب يلا يا عروسه يلا نامي عشان هنصحى بدري. اوكي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نيلي مالك يا نيلي، انت طلعتي مجنونه ولا ايه؟ ما تخافيش انا بعمل مديتيشن. ايه الكومبينيشن ده؟ طب اجري اجري بسرعه على الحمام لحسن تعملي كومبينيشن على الملايه تغرقيها. يا بنتي مديتيشن مديتيشن، يعني عارفه اليوجا والحاجات دي؟ طبعا عارفاها، بتاعت صباح الخير يا مصر. هوب 2 3 4، مشط 2 3 4، شد 2 3 4، مش هي دي؟ مبدئيا اليوجا مش هوب 2 3 4 خالص، اليوجا دي حاجه تانية والمديتيشن حاجه تالتة، بس انا قلتلك عشان هما الاثنين من نفس السكول. يعني ايوه اللي هو ايه يعني؟ بصي مديتيشن يعني التامل، يعني ان انت تركزي كل افكارك واحاسيسك في بوزيتيف ثوت، في حاجه ايجابيه، وتفضلي تركزي 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 قوي لحد ما توصلي للزيرو ثوت وتبقى دماغك فاضيه ما فيهاش اي حاجه. طب ما انا اساسا دماغي فاضيه ما فيهاش اي حاجه من غير ما احزق بالزيرو ده. مش قصدي فاضيه استافها كده، قصدي فاضيه يعني كلير، صافيه، عندك سلام داخلي، ريلاكسد لحد ما اللي تتحكم فيكي وترجعي لها في كل حاجه نفسك العليا. يا حبيبتي يا نيلي، انت طلع عندك عليا ومخبيه علينا طول الفتره دي. فكرتيني بنشوه. الله يمسيكي بالخير يا نشوه، كانت عامله زيك كده بالظبط، بس هي بقى كان عندها عليا وسفلى، بس دي اللهم احفظنا نص شعرها اليمين وقع وكلت عيالها. والله يبارك له، عم عطيه خادم الجامع هو اللي طلع منها العليا والسفلى كله. ايه يا بنتي اللي بتقوليه ده؟ انا ما عنديش عفاريت. صدقيني يا نيلي انت مش حاسه بنفسك، هو ده قرينك، قرينك اللي جواكي اللي كان بيضحك زي نشوه بالظبط. لما كنت ببقى قاعده معاها في الكافيه فجاه الاقيها بتضحك، بس الضحكه بتاعتها ايه بقى؟ ايه خشنه؟ ايه ده السفلى عشان انت العليا. حبيبتي انا كنت بعمل نوع من المديتيشن اسمه مديتيشن الضحك، يعني ان انا افضل اضحك اضحك قبل ما انام عشان اطلع كل النيجاتيف انرجي اللي جوايا، ولما اصحى برضو اضحك قوي عشان اخد بوزيتيف انرجي. على فكره الاكسرسايز ده لو قعدتي تعمليه لمده 3 شهور انت مش فاهمه الناس هتقولك ايه. كل حد هيشوفك هيقولك شيريهان ازاي حلويتي كده، ازاي وشك بقى منور وجلوينج كده. 3 شهور حلو فيهم؟ ايوه. ده انا لو وظبت اسبوعين بس على ماسك جنين القمح مع صفار بيضه هيبقى وشي بدر منور كده، هبقى شبه مدام ميادة الحناوي. شريهان لحد حناوي وهنوقف الكلام بيني وبينك، من فضلك نامي بقى واطفي النور، فصلتيني. حيوانه. انت بتعملي ايه؟ بعمل كومبينيشن. مش قادر يا نيلي اعمل بيبي. يا هبله يا بنت الهبله. استنوا بقى لما اكلمه. الو. ايوه يا عبد عزيز، انت في المينا؟ احنا واقفين عند البوابه اهو. خد نيلي عايزه تكلمك. انا مش خدي خدي. ايوه يا زيزو، انت كمان وحشتني قوي. احنا مستنيينك. Can't wait to see you. ده مش فرنساوي على فكرة، ده انجليزي. باي. لزج وغبي ومشل ومعصب. بص يا نيلي، احنا هنركن بعيد عن المخزن وندخل كلنا جوه وانت تفضلي مع عبد العزيز. ايه الهبل اللي انت بتقوليه ده؟ تسيبيني مع عبد العزيز ده يعني ايه؟ انت عارفه لو حد عرفه شافني وانا واقفه معاه وافتكرني صاحبته هيبقى شكلي ايه؟
ده اللي همك؟ لا بقولك ايه، انت لازم تفكي كده، لازم تلهيه عننا عشان ندخل ندور على الفلوس، والا هنلاقيه بينطلنا كل شويه ويشوف احنا بنعمل ايه. لازم تميني مع الراجل وتدي له ريق حلو، وما تسالينيش يعني ايه ريق حلو عشان مش عايزه اقرف. ما انا مش فاهمه يعني ايه ادي له ريق حلو. يعني تاخديه على حجر كده. اخده على حجر ايه حيوانه انت يا ستي؟ انت فاهمه غلط على فكره، هي مش قصدها اي حاجه عيب، هي تقصد يعني ان ده راجل حياته قاسيه وممله، فانت يعني تدلعي عليه وتتهوني وتوري له مثلا حته من الكتف، حته من السمانه، حته من الوجه. ايه وسمانه ايه يا قليل الادب؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ دي انسانه محترمه، مش معنى ان ابوها محبوس معنى كده انها تبيع نفسها. ابيع نفسي ايه؟ متخلف انت كمان يا جماعه، انتوا فاهميني غلط على فكره ومكبرين الموضوع. انا قصدي يعني اننا مش عاملين كل دهوت عشان الفلوس. خلاص ما تجوش بقى دلوقتي وتعصلكوا، خلاص خلي خطيبتك بقى تبين الدبوس والسمانه. ولا مالكش دعوه بخطيبتي ولا بدبوس خطيبتي. مش معنى انا مش معنى تحب بقى اقول لهم بقى مين امبارح اللي كان مبين ورك وصدر ودبوس؟ عم سوبرمان. بس ايه اللي حصل امبارح؟ تخيلي يا نيسا نيلي واقف على طرف السرير ومصمم ان هو بس مفيش حاجه حصلت امبارح. هتبيع نفسك؟ اكيد مش هبيع نفسي. وما تتوهش، ايه اللي حصل امبارح؟ انا مش بتوه، انت اللي بتتوهي عشان انت عايزه تبيع نفسك. بس خلاص عبد العزيز جه اسكتوا. حتى مشيته كارثه، شاروخان قوي. وبعدين هو لابس نظاره ليه بالليل؟ عامل ليزك؟ يا سلام، هتبقي زوجه رجل مهم. يا انت قاعده قدام عشان تبقي اول واحده تشوفيني. شفت بقى؟ طب خشي. انت هتعمل ايه؟ هقعد جنبك عشان ما نزنقش الجماعه ورا. هو عشان ما تزنقش الجماعه ورا هتقعد على رجلي؟ لا يعني انا سفيف، بس خديني جنبك. سفيف ايه؟ هو ميكروباص؟ انا اسف ما اعرفش انها واخده اتنين قدام. هقعد ورا وعيني عليكي. اوكي خش جوه بس عشان نزل قريبا. ادخل يا سامي. اهلا اهلا. افتح يا ابني. فل على الباشا. بس هنا يا استاذ سيف. بس اتفضلوا. ورا الجهاز العملاق ده هو المخزن اللي بتدوروا عليه.